تحية صباحية طيبة لكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان عنوانها اليوم منطقة سبع أبكار، أو تحديدا هذا السوق يسموه سوق السمشية. راح نلتقي بالمواطنين ونشوف ملاحظاتهم، وأيضا ممكن نلتقي بمسؤولين بلدية ويعني أيضا قائم مقامية والناحية يعني مديرية الناحية. فأحد المواطنين، السلام عليكم. سلام عليكم. شلونك؟ تشتغل انت بالعربانة؟ أيوة. شلون أمورك؟ الحمد لله. شغلك؟ والله مهجران. أها زين، شنو وضعك؟ تقدر تطلع باليوم ماشي العيشة وياك؟ الحمد لله. شغل زين هنا بهذا السوق؟ والله الحمد لله. أها زين. بالنسبة لهذا الشارع أنت تشتغل هنا، شلون الخدمات تشوفها بي مثلا النظافة البلدية؟ زين. زين؟ ليش تقول زين؟ ايه. شو عبالك دا حزرك كان حزاء يعني حزورات دا سيلك بجاوب ها؟ يعني مشي حزواء. شلونك عيني؟ حبيبي أهلا وسهلا. هلا وقلبك. صاحب محل يمكن أنت هنا؟ لا أشتغل هنا أنا. تشتغل هنا؟ إي. شلون شغلكم وضعكم في هاي المنطقة؟ والله الشغل نص ونص، ماكو يعني. وضعية تعبانة يعني، الكهرباء قليلة و إلا نخابرهم يلا يجون. موضوع الكهرباء الوطنيه بها مشكله ها؟ اي مو بس هنا، يعني منطقه القرعات من عن الكهرباء. زين. والمولدات شلون اسعارها؟ والله ناحيه المولدات اسعار يعني عاليه هواي. يعني صاحب الدخل اليومي ما يقدر يوفر. صحيح. يعني مثلا يومي 15000 شو يوفر؟ ما يقدر يوفر. نعم. والبلديه النظافه شلون الوضع؟ يعني زين، اليوم جو نظفه وسووا رتبه. نعم. بس باقي الايام ما يجون، لا احنا ننظف احنا نسوي. نعم. ويحتاج تعاون بالنهايه يعني. اي لازم يعني الواحد يكون متعاون بكل الامور. نعم. هو صح. هذا كسوق يعني سوق قديم هو بصراحه. صح. يعني فبي مخلفات هوايه يعني، محلات يذبون، الناس تذب، فبالنهايه يحتاج تعاونكم ايضا يمكن الى البلديه ها. اي صح، لازم يعني نكون متعاونين. شكرا لك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منطقتكم شلونها؟ ايش محتاجه؟ منطقتنا الحمد لله كلها زينه. نعم. ناس طيبه محترم نفسها. نعم. بس عزه شنو؟ عندنا الكهرباء. كهرباء ماكو، كل اربع ساعات تجي باليوم والساعه ما كامله، ما معقوله. شو من 2003 لحد الان ماكو كهرباء؟ ليش ماكو؟ احنا بلد الخيرات، بلد النعيم، الله سبحانه وتعالى ذاب له كل الخيرات، بلد الأئمة، بلد الاولياء واهل البيت كلها موجوده بالعراق. ايش حجب حصلنا هاي المرحله؟ ليش بس ياكو عام تشتغل ما صار عندها شيء؟ روح لابو الكهرباء يا بعدنا وير مقطوع، ما يجي. يقول لك يا بي ليش ما تجي يا السوق بناس قاعدين؟ هذا حكي هذا ماكو شيء. زين لا سمح الله، اذا صار حريق شلون؟ اذا صار وضعيتنا احنا نريد من الله سبحانه وتعالى هالخدمات. زين المولدات شلونها؟ عندنا الاسعار اذا حل مولدات خلف الله عليهم بس شيء واحد، يعني هم يقضونه بس شنو هي غاليه. بس يمانيا ما كهرباء يا اخي، اكو بيت طبي ما بكهرباء، صح الامبير ب 20 بس اذيه علي هنا، اذيه يتحمل المواطن. المواطن مشحول ابوابه زي متحمل بكل شيء من 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 هاي النواحي، من غذاء، من حصه، من ادويه ماكو، بس وضعيه فقر، خريجين، بطاله، ماكو شيء. احنا هاي عمك خده بحياته بالدنيا، بس هاي شو وضعيه؟ خريج مهندس ما يتحين، او دكتور ما يتعين، او كل النواحي ما شايفين هاي هذا. بس اقول الله سبحانه وتعالى بس عسى والله على هالانتخابات الجايه يسهل لنا الامور، يصف الامور، عسى الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله. شكرا لك. يا مرحبا. اذا مستمرين من سوق السمكه من منطقه سبع ابكار، نلتقي مع المواطنين ونتحدث عن قضاياهم، خليكم ويانا. إذن في منطقة سبع أبكار وتحديدا سوق السمشة التقينا بالمواطنين، والآن راح نتحدث مع مسؤول القاطع هنا. عرفنا حضرتك، عرف المشاهد. السلام عليكم، حسين جمال مسؤول القاطع مال المنطقة. نعم. احنا عندنا يومية حملات يعني منتظمة على الأسواق والمحلات التجارية اللي دائما تكون يعني مزدحمة، لأن تعرف يعني بالثواني بالوقت يعني بالدقائق انه دائما تزدحم ونفايات دائما بصوره مستمره. فعندنا اليات وعمال على المنطقه. نعم. انه طبعا على الاسواق والشوارع كنس ورفع الشوارع. وبالاضافه الى انه كابسات مستمره على المحلات وتبليغهم على الحاويات ووضع الحاويات بالمنطقه. المواطن دائما يشكو من موضوع النظافه خصوصا في هاي الاسواق، يعني الاسواق الشعبيه دائما موضوع النفايات موجوده، موضوع يعني السيارات انه ما تدخل عليهم الكابسات بسبب ضيق الشوارع.
استاذ مو هي بشوفها انت افرع ضيقه يعني الكابسات بشوفها تكبر ودائما يعني شويه حركتها تعيقها. بالنسبه للمحل شوف انت حاط غراض يعني هم دائما نبلغهم انه دائما يشيل تجاوز حتى نقدر ندخل براحتنا. نعم. وانت سجيت هسه بالصدفه وشفت انه عمالنا موجودين، كابسه موجوده. نعم. الياتنا يعني متوفره دائما، وهاي تجي العصر تجي نفس الحاله، تجي بالليل نفس الحاله. يعني شفتات عندكم. شفتات عندنا، وبالاضافه احنا اصلا يوميا عملنا يبدي من الساعه 5 صباحا. اها. نعم. زين موضوع النظافه شيء، الشوارع هنا يمكن هو مو اختصاصك بس انت كمسؤول قاطع، موضوع الشوارع وترقيعها وتبليطها ايضا المواطن يشكو من هذا الموضوع يعني. الدارة عندها جدول يعني معين لهالموضوع هذا، يعني انه ترقيع الشوارع يعني دائما تشوفها اماكن معينه وين صايره مكانات حفرها يحتاج لها ترقيع، هي الدارة عندها جدول بالنسبه لهالمكانات هاي يومي على شارع انه تطلع شنو المشاكل ترقعها. نعم شكرا لك استاذ، احنا يعني نتمنى انه تكون الخدمه يعني اكثر للمواطن صراحه. الشكاوى عديده على امانه بغداد بالتحديد في كل يعني مناطق بغداد، وان شاء الله نبدا ساعين انه هالموضوع هذا. نعم. والعمل انتم يعني مستمر العمل دنا لاحظ، لذلك احنا بدنا ننقل وجهتين النظر، وجهه النظر المواطن وملاحظاته وكذلك المسؤول والبلديه وامانه بغداد. شكرا لك. اذا مستمرين في حلقتنا لهذا اليوم، هنا مجموعه من يعني اصحاب المحلات. السلام عليكم. شلونكم؟ شلون صحة عمي؟ ايش تشتغل عندك هنا؟ والله انا محل مال عادي. زين شلون الامور وياك؟ والله تعبان السوق وتعرف هذا الوضعيه مالتنا. مولده من بير ب 20 الكهرباء الامبير ب 20 الامبير ب 20 والله. وشغل ماكو داقر السوق. واحنا قاعدين وساكتين. زين مو تحدد اسعار الامبير من ماكو حجي، ماكو تسعيرات، ماكو عمي. امبير بطانيه ماكو، هم يساعدون شو يسوون؟ هم مو بكيفهم. خلي يوفرون غاز للعالم كل شهريا ينزل الامبير من كيف ويحددوا. مو صحيح صحيح ولا لا؟ نعم هي مشكله فعلا هم غاز. غاز حجي على الغاز يا حجي. بلديه صار من يمكن 6 شهور ما 6 شهور ما طبوا لنا ولا وصل. هذا السوق هذا؟ اي هذا السوق والله. جاء ابو الخصخصه اجى مره مرتين وكان يعبونه يطلع بعد مجاني. حتى بفلوس نطيهم فلوس. نطيهم فلوس نطيهم فلوس. حتى فلوس. اي حتى بالفلوس. هو مو اكو شركات خاصه يمكن هسه تشتغل. وينه؟ اي وينه مو؟ حتى بالفلوس سمراء. وهذا السوق هالتعرف شوفه قدامك. يعني ما يراد لهم 100 سياره طب ولو ساعه. لازم طبعا. وبالنهايه تعاون لازم يكون بين المواطن والمسؤول. اي وين احنا متعاونين وياهم، هم ليش راحوا؟ ما انطيناهم فلوس وراحوا؟ مستحيل، ماكو محل ما ينطي. احكي لي معاناتكم شنو؟ والله معاناتنا التنظيف نعم. يعني سوء التنظيف، يعني هسه شافوكم وجوي. اي والله. يعني جوي سيارتين قبل سنه قالوا هاي مخصصه لكم سوق السمكه. شهرين اشتغلوا وعافونا وراحوا. وكل شهر يجون ياخذون 10,000 دينار من عندنا كل محل. زين. الشارع الرئيسي ذاك يتنظف؟ يتنظف نعم. اي نعم يتنظف بس هذا يومي. نعم صح. بس هذا السوق يعني بس مو اني اللي عرفناه انه اكو كابسه تدخل. لا ما تدخل بس على الشارع العام صحيح. بس هذا لا عمي تدخل، قبل سنه كانت تدخل لنا 2 كابستين هسه لغت. يعني صار تقريبا اقل شيء 5 شهور. زين موضوع الكهرباء هسه احد الاخوه هنا ايضا حشالي موضوع المولدات. سعر الامبير شلون؟ 20,000. ايوه يعني 10 امبيرات 200,000. ايجارنا غالي يعني 600,000 دينار ايجارنا هذا المحل نشوفه 600,000 دينار و200 800 والسوق تعبان. والسوق ده شوفه انت كله مسدد، شوف يعني كله صبات يعني ناشدنا والمقايم مقام. قلنا له بفتح لنا حتى السيارات تروح تجي. سيارات تروح تجي طوب تصير حركه شويه. وهم انا جوي باعوا السوق وشوفه وصوره وراحه. هذا لو ينفتح يصير سوق قوي. نعم هو يعني لو ينفتح الصبات وذيك شيء حتى المطور ما يدخل هسه الحال يعني. يعني محتاجين ايضا موضوع فتح الشوارع. اي والله يعني الناشد يعني الاخوه القائم مقام المحافظ. نعم. زين يفتح لنا السوق هذا يصير شويه حركه. نعم. يصير حركه بالعمل. اذا راح ننقل هذه الـ الـ الامور الى خلينا نشوف الحجي بس هنا ما يقدر يوقف. ننقل هاي الامور كلها موضوع الكهرباء موضوع فتح السوق ايضا الى المسؤول. هلا عمي شلونك؟ انا شفتك ما تقدر تمشي لنا وليدي مجلوط 10 جلطات. السلام. من الدوله هاي التعبانه شكا صراحه. السلام. انا 35 سنه 35 سنه بجيش السابق جيش الابطال بقبل على الرياضه. نعم.
حموم؟ شنو انت عسكري ها؟ عسكري نابا ما يعطوني فلوس، راتب ماكو. راتب ما عندك؟ والله ماكو شو ماكو. ليش؟ ما هذه تعبان. لا 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 على كيفك ما يخاف. وليدي في الدور وحده. جيب له شيء خليه. ماكو منفذ. انتم بس اعلام لو تنفيذ اكو؟ هذه تنفيذ ماكو. مليت من الاعلامات السومريه وغيرها وغيرها. ايه. النتيجة ماكو نتيجة كذا بس إعلام. اقعد اقعد حج. وين هو هذا الكاظمي مجلس أموي؟ وين الكاظمي؟ وصوني الكاظمي بكم فائدة؟ وزير الدفاع وينه؟ أبو والله 35 سنة بسقوط علي بالجيش. ليش ما يطول يقولوا قائدة ما عندك؟ وعندي مستفزقات هجت وعندي دفتر خدمة وهي 10 جلطات وماكو راتب والله لا راتب لا كراوية. خدمت خدمة شريفة، خدمت القاع ما خدمت صدام حسين، خدمت القاع. الكاظم وين الكاظم؟ وصول القاظم ولا تعبان. عمي احنا صوتك لنقله ان شاء الله الى وزاره الدفاع. النتيجه يعني هاي وزاره الدفاع. النتيجه مليت من الاعلام. اهم احترامات على راسي خليكم بس ماكو نتيجه. لا سوبريا مصطفى مصطفى ماكو نتيجه. ماكو نتيجه. 10 جلطات وما يعطوني راتب. حتى وقت الحراويه. وقت الحراويه. الفقير ما يطلع راتب، الفقير ما يطلع راتب. اهدى صحتك عمي ما يخالف. ودون وزير الدفاع يقولوا جمع نادي، جمع نادي ولا جمع ولا وزير الدفاع. انا مو من الجيش السابق، انا راجع سنوات الدفاع. يقول عم روح انت من الجيش السابق، هاي سنوات الجيش الحاضر. والله يا ابني تعبان، ابني طوعت ابني للشرطه، ابني خطفوه. شهرين خطفوه ابني. لا انا لا راتبي. لا ابني شنو الوضع؟ ليش؟ ليش يعني؟ وقت الحرامية؟ وقت الحرامية والله وقت الحرامية. ليش الفقير محلي؟ انت بتعي الفقير محلي والله محلي. خلينا رقم تليفون حجي، خلي رقم تليفونك هنا يا الولد. احنا راح نحاول يعني نوصل صوت ال ابو تعال سبع امكار. خلي يعني وزارة الدفاع يعني تناقشنا على مواضيع هذه. هاي العالم اللي رواتبها يعني انقطعت من يوم السقوط. فهذول ايضا يعني عراقيين بالنهايه، وين ما خدمه وين ما اشتغلوا هم عراقيين بالنهايه. لذلك يعني نتمنى رد من وزاره الدفاع. احنا راح نتواصل بخصوص موضوع الحجي مع الوزاره، مع اعلام الوزاره، ونحاول نوصل الى السيد الوزير محمد حسن عبد الله الهيبي. شنو كان رتبتك؟ رتبت نابغة بدرجة 7 عالي. ومن سقط الفوج سقط العراق كله. الفوج دفاع جبال 57 حماية الضبط الثانية. حياتك أهم، صحتك أهم. حياتي إذا ما في فلوس شنو عيشتك؟ إذا ما عندك فلوس شنو عيشتك؟ شنو عيشتك إذا ما في فلوس؟ مجموعة من الشباب هنا في سوق السمشة، احكوا لنا معاناتكم. ايش عندكم؟ شنو ناقصكم هاي المنطقه؟ انت ايش تشتغل حضرتك؟ صاحب محل هنا البسه. الشغل زين لو الوضع بعد الاقتصادي شويه مأثر؟ شغل يوميا شغل والله يعني السوق على العموم وقف من وراء صعود الوراق. نعم. بعد غير معاناتكم كنظافه، كبلديه، كهرباء؟ هي كلها تعبانه يعني ما كفى شيء زين. شنو اللي زين يعني؟ انت قول لي. نعم. انت وين قاعد حالك حالنا؟ نعم فعلا هي كل بغداد هيك. الشباب هنا ايش عندكم؟ ايش تشتغلون؟ والله كسب كنا هاي بسطي. هاي على البسطي. ايه على البسطي. زين. ايه. شغلكم وضعكم؟ شنو ملاحظاتكم؟ ايش محتاجين بهاي المنطقة؟ ايش محتاجة يعني كسوق السمكه هذا؟ والله يا سوق السمكه هاي ما تبلطيت من السقوط اللي يصير. ما لازم المنطقة من الستينات. يعني هاي لو اكو مطرة غير. يعني لو اكو مطرة المي بالمحلات يطب. اي بس صرف صحي ما بيها منطقة عمرها من الخمسينات. صرف صحي ما بيها. اي مقاول يجي يقول موجود المشروع بس لحاله وعلى التنفيذ وعلى الماي. لهسه تكرم احنا بالسنه 2021 عندنا تتي نزاح ينزح الخزانات زين. شغلكم شلون هسه تقول لي شغل تعبان؟ اي تعبان. يعني سوق هذا مركز تجاري تقريبا يعني مناطق هواي تجي لهنا. اي بس شغل تعبان. اي من وراء صعود اسعاركم شلون يعني احنا ما عرفنا مثلا اسعاركم يمكن يعني مثلا قبل انت كنت تاخذ الحاجه ب 5000 على صعود الورق يعني مو تقول صعد ربع دينار 500 مثلا صعد فد 1000 دينار على القطعه مثلا بيش تبيعها بستة صارت عليك بسبعة زين قبل كنت تبيعها بخمسة هم المواطن يعني مين يجيب مثلا دخله محدود اثناء تواجدنا في قائمه مقاميه الاعظميه
يعني احد المواطنين هنا عنده معامله، فردنا نفهم موضوعها شنو. معاملتي كملتها من منطقتي السابقه. نقل؟ نقل. اي تريد تنتقل سكنك الى داخل العظمي؟ الى داخل العظمي. طيب شنو الاجراءات اللي مريت عليها؟ مريت المختار. مختار. اي اخذت ورقه من المختار. المختارين مال منطقتين؟ مال منطقتين. طيب. ايه الاستخبارات مال منطقه باب الشيخ والاستخبارات مال منطقه الصيخ القاهره. كملت الاجراءات. توجهت الى قام مقام العظميه. كملت اجراءات الموافقه، بقيت بستوقع السيد المدير. قام مقام. قام مقام ان شاء الله. طيب يعني شلون كانت الاجراءات؟ صعبه لو تعتبر عادي؟ لا سهل روتيني يعني عادي. اي بس شنو اهم شيء المسلسلات الاصليه؟ ينطوك كتاب حتى تنقل به الاثاث الاثاثي الاثاثي ان شاء الله. يعني هذه بصراحه هي يعني مشكله شويه انه موضوع نقل الاثاث من منطقه الى منطقه. يعني اتمنى قياده عمليات بغداد او الجهات المسؤوله العليا بالبلد يعني تسهيل هذا الموضوع اكثر من انه المواطن يضطر انه كانه دا ينتقل من بلد لبلد. راح نسال القائم مقام ايضا. تفضل خلينا نشوف. هي المعامله منجزه تقريبا. السلام عليكم. شلون صحه دكتور؟ دكتور خلينا اول شيء نشوف معامله الاخ موضوع نقل اثاث يمكن عنده. انا راح اجيك منه. هذه المعامله شو وقت يجي يوم نخلص من عندها موضوع نقل الاثاث والا موافقه؟ يعني انت طبعا تعرفون هذا الموضوع هو موضوع مؤقت مو دائم. نعم. بس صار لسنين يعني تعرف هذا الموضوع. يعني العمل بالقائمة المقامية بالوحدات الإدارية الإدارة المحلية يطلب أنه مشاركة كل قطاعات بالنسبة للموضوع المشهد الأمني، ويطلب أنه أخذ موافقات. أنا ما أعتقد أن الموضوع يأخذ يعني وقت طويل، خاصة بالنسبة لنا هنا. يعني المواطن يجينا جتني قبل نص ساعة خلاص هاي خلصت المعاملة مالته. موضوع همنا بيانات يجب ان تسجل عندنا هنا بالقضاء حتى بعدين تفيده هو كل مواطن. يعني حتى تطلع بطاقه السكن يمكن وهذا تفاصيل. طبعا بالتاكيد قالوا لي هي احسن اجراء هذا سويته حتى باشر اقول في طلع بطاقه السكن وبطاقه تموينيه. ما عندك اشكال؟ اي قبل على اي كتابته عندك؟ هسه الكتاب اللي راح يتحرك به مين ياخذه اللي راح ينقل به الاثاث؟ هاي يعني من هنا راح نسوي له لقاء مقام قضاء الرصافه. عدم ممانعة. لا مانع لدينا من نقل الأثاث المواطن كذا. طبعاً هو طالب من حي كذا إلى حي كذا. وسكن. بعد أنه المواطن حصل على موافقة الجهات الأمنية. وأيضاً يعني كفالة شخص ضامن في الأعظمية أخوه. نعم هو أي. هاي الإجراءات. أنا طبعاً شخصياً أنا أعتقد هاي الإجراءات هي مؤقتة. نعم. ويجب أن ترفع بمرور الوقت. نعم. احنا خلينا نوقف سوية هنا نكمل موضوعنا ونقول لك ان شاء الله سكن مريح بالعظمية ان شاء الله. شكرا لك. اول شيء الدكتور عصام مصطفى العبيدي قائم مقام العظمية. دكتور العظمية اهلها ومعروفة من عمق التاريخ. نعم. مسؤولية عليكم اليوم ادارة مثل هيك منطقة. يعني بالتأكيد اذا نحكي على هذا الموضوع العظمية ليست اي مدينه ببغداد. انا على طول اقول العظميه المدينه اللي تاسست بها الدوله العراقيه. العظميه من المدن القليله في بغداد اللي بقت محافظه على تخطيطها الحضري العمراني. مجتمعها بقى هو نفسه تقريبا. اكو مناطق قليله ببغداد، يعني اذا نحسب بغداد القديمه هي عباره عن الكاظميه والعظميه والكرخ وامتدادهم. والكرخ مثلا عندنا تغير نتيجه يعني انشاء شارع حيفا. بقت هاي المدن القديمه العظميه والكاظميه بها طابع خاص، بها مجتمع خاص، بها حتى مزاج خاص، يعني هذا المزاج البغدادي الاصيل. ولذلك يراد له يعني فد طريقه بالتعامل. وهم لا زالوا يعني الناس اكو تعاون، يمكن حتى مجلس شيوخ عشائر وغيره اكو تعاون. انا شخصيا اؤمن انه المجتمع المدني يجب ان ياخذ دوره في كل المدن حتى في القرى. نعم. وليس في المدن المهمه. ولذلك يعني عملت على انشاء مظله للمجتمع المدني، تشتغل تعاون مختلف القطاعات بمختلف الاختصاصات، وعلى طول يعني دائم التواصل وياهم.
وصارين كاستشاريين للإدارة المحلية في مختلف الأمور. طبعا هذا يعاون الدولة. احنا كلنا نعرف يعني منظومة الدولة لا زالت يعني لحد الآن غير قادرة على تقديم الشيء لحد المقبول من الخدمات من كل أمور المواطنين. وشفنا هذا الموضوع بموضوع أزمة كورونا. المجتمع المدني هو اللي عمل فعلاً وهو اللي نعم أي نعم فعلاً. نعم دكتور، اليوم احنا اللي جابنا على حضرتك بعض المواطنين شكوا من موضوع المولدات، واحنا نعرف موضوع اسعار المولدات والامبير اليوم هي تحت صلاحيتكم، موضوع يعني كمحافظة بغداد وكقائم مقامية انتم اللي تحاسبون اسعار المولدات. نعم. المواطن بصراحة دا يشكي بهاي الفترة صحيح. كهرباء وطنية ماكو، دا تنعكس ابو المولد يقول لك اني والله هذا اللي دا اقدر اقدمه من ساعات عمل للمولدة ما يأثر على السعر، دا نصرف صح. غاز. فدوركم يعني خلي اقول لك هو هذا الملف ملف شائك. أنا من أرجع للبيت وألقى أبو المولد مصعد السعر أنا أنقهر، فكيف أنه يعني في حالة طبيعية. الصحيح واللي يجب أن يصير أنه هذا ملف المولدات تأخذ وزارة الكهرباء، تأخذ وزارة الكهرباء. يعني إذا منظومة الدولة عفت وزارة الكهرباء عن إخفاق لمدة 17 سنة فيجب أنه ما تعفيهم عن هذا الموضوع. الإدارة المحلية يعني غير قادرة بأجهزتها على مراقبة هذا الموضوع. كل الصلاحيات المخولة أنها هي رفع دعاوى يعني جزائية على المخالفين، وبالتالي الموضوع يصير في عهدة القضاء. أنا أتذكر تحددت الأسعار قبل فترة، يمكن نعم. بفترة كورونا تحددت أسعار الأمبير بحيث أنه تكون خصوصا الناس قاعدة بلا شغل يكون قادرين على دفعها. أتذكر الدولة حطت أرقام 6000 أو 8000 في المناطق، فأنتوا حاسبتوا بذيش الفترة أتذكر. هسه نعم. رجع الموضوع انهمل. أنا بالنسبة لي دوري يقتصر على رفع الدعاوى على المخالفين. نعم. وأنا لحد الأمس يعني أنا 40 مخالف عندي، 40 مخالف. لكن هاي السلسلة إلقاء القبض. نعم. وإصدار التحقيق وأمر القاضي طبعا يعني أعتقد سلسلة طويلة ما راح تؤدي إلى نتيجة. نعم. لكن المقترح الأهم الأمثل. الملف يحال إلى وزارة الكهرباء، لأن هي تعرف هي الجهة اللي تعرف إيش قد تجهز، وهي تعرف الغاز ايش قد. نعم نعم، وبالتالي تعرف يعني التسعيرة اللي ممكن تكون مناسبة قياسا مع تجهيز الكهرباء. نعم. يعني هي خلال الشهر الماضي بمدينة الأعظمية تجهيز الكهرباء 4 ساعات فقط، 4 ساعات مع العلم المفروض كان الأعظمية، وبالتالي المواطن يشكي حقه وابو المولد يشكي حقه، لكن مع ذلك صارت خصخصة الأعظمية لكن رجع فشل المحل. ما هاي الموضوع طبعا هذا موضوع ولد ميتا، هم كل الزين يعرفون. أنا ليش أقول هذا الملف يجب أن يحملوه لوزارة الكهرباء؟ لأن هم كل الزين يعرفون أنه هذا الموضوع ما ينجح. ليش؟ هو إحنا عندنا المشكلة بالتجهيز لو بالجباية. إحنا عندنا خلل بالتجهيز مو بالجباية. فلما أنت المواطن تعطيه تجهيز جيد أكو مناطق نجحت بها راح يدفع. لكنه من أنت تجي تقول له إحنا خلاص الموضوع راح نجهزك بعشرين ساعة وبعدين ما تجهز غير بأربع ساعات، بالتأكيد الموضوع فاشل. ملف آخر موضوع أيضا يدار من قبلكم في قائمة مقامية، موضوع التعويضات. يعني هذا تسلط لنا الضوء عليه، موضوع الشهداء غيرها، شنو أنواع التعويضات اللي تعملون عليها هنا؟ طبعا هي التعويضات قسمين، للشهداء والممتلكات وتعويض للمصابين. نعم. وعادة يعني بالإدارة المحلية عندهم متطلبات الخاصة بالشهداء والمصابين والممتلكات، وما يتعطل عندنا الموضوع أبدا، ترفع إلى لجنة بالمحافظة. طبعا اللجنة تعمل في قانون 20 وقاضي يصدر قرار باستحقاق التعويض من عدمه. والموضوع يعني ماشي بطريقة سلسة. أكو ضغط عندكم بالأعظمية لو يمكن قليلة هاي الحالات؟ لا، هو أنا أعتقد السنين الماضية كان أكو حالات كثيرة، بس الآن يعني خفت لحد كبير. بس اللي دا يصير عندنا أنه دا نشهد أنه مثلا حالات المصابين حالات كثيرة، وهذا يعني يتطلب تدقيق سواء من عندنا أو من اللجان اللي تقدر قيمة الإصابة وتقدر يعني قيمة الضرر والعجز. أي يعني هي بالتالي كثرة المواضيع تخلينا في شك أنه من مصداقية الموضوع. أيضا هذا يعني مسؤولية مشتركة.
احنا نشكرك دكتور عصام واخذنا من وقتك. ابدا دائما انت بصراحه يعني تستقبل الاعلام ويعني متفاعل وياه بصوره ممتازه. ايوه انا عضو نقابه الصحفيين يعني. اذا احنا ممنونين فعلا من حضرتك، دائما يعني نتصل بك تقول لنا تفضلوا يعني بدون اي اجراءات. تشرفون تشرفون باي وقت. فشكرا لحضرتك. انا اشكركم. بارك الله فيك. راح نستمر في حلقتنا اليوم، راح نتوجه الى منطقه المقبره الملكيه، اكو مشروع هناك يعني البلديه دعونا انه نطلع عليه، فخليكم ويانا. انتقلنا من سوق السمكه الى منطقه اخرى، يعني هنا مقابل المقبره الملكيه واللي هي ضمن يعني اعمال بلديه العظميه. اكو مشروع هنا دا يتم انجازه واللي هو يعني برعايه دوله رئيس الوزراء، انه امانه بغداد دا تقوم بحمله تطوير في يعني الشوارع في المناطق يعني المحدده. هذا الشارع يعني دا يتم اعاده تاهيله من ناحيه الطريق، فتح طريق اضافي بالاضافه الى يعني المنتزهات، يعني هاي المنطقه والتشجير. طبعا مواطنين تحدثوا عن غلق هذا الشارع، والسبب هو او التاخير بالشارع، التاخير هو بسبب غلق الشارع وازدحامات بسبب العمل اللي دا يقومون به. يعني راح نحاول نشوف المواطنين. السلام عليكم. السلام. اول شيء يمكن انتم عانيتوا من موضوع غلق الشارع والازدحام. نعم استاذ. زين شلون 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 شفت الشغل اليوم؟ والله مضبوط شغل الامانه بمنطقه العظميه، مضبوط وزين و يعني حمله وحلوه. حلوه للمنطقه. نعم. يعني المهم اهل المنطقه انتم صحك وشيء مضايقكم، لكن النتيجه راح تكون جيده ان شاء الله. ان شاء الله جيده. نعم. وشغل الامانه بجهودكم زين. شكرا لك. شكرا. شكرا حبيبي. اذا احنا راح نبقى مستمرين، نريد نشوف المهندس اللي مسؤول على هذا المشروع يعني حتى يحدثنا بصوره علميه اكثر، كمسؤول ايضا يحدثنا عن هذا المشروع اللي هو ضمن العظميه وتحديدا يعني عند المقبره الملكيه. هذا الشارع اللي كان يعني يعاني من تخسفات، يعاني من بعض الأرصفة، يعني مشكلة اكو بالأرصفة، بعض من عندها يعني مفلش، لكن هذا نلاحظ ان هم حققوا انجاز حاليا في موضوع الأرصفة. راح نحاول نلتقي بمواطنين اكثر، خليكم ويانا. شلونك استاذ عباس؟ تفضل. احنا بتسجيل فمباشرة انت دخلت هسه للكادر مباشرة. هلا بيك. موضوع العظميه. اي نعم. دائما يعني تحتاج الى خدمات اكثر. ايش قد ما تقدمون احنا المواطن يقول لك اريد بعد. مشروعكم هذا شنو اليوم؟ مشروعنا والله توجيه من دوله رئيس الوزراء تطوير شارع الشباب. نعم. يبدا من المقبره الملكيه. نعم. انتهاء لراس الحواش. نعم. وايش من المشروع؟ هو تطوير الحدائق ومد رصيف جديد. نعم. قالب، تطوير النافورات، زراعه المناطق الخضراء، صر تنفس الاهالي المنطقة العظمية، لان تعرف انت منطقة العظمية منطقة شهمه شعبية وقديمة، فخلال زيارة دولة رئيس الوزراء المنطقة العظمية وعدهم بتطوير الشوارع العظمية، فبدينا اليوم شارع الشباب باشراف معالي امين بغداد المحترم. زين. انا دا لاحظ يمكن راح ينفتح شارع منه. والله هالشارع الشوارع كلها مغلقه من قبل مؤسسات الدوله. نعم. هي الجامعه العراقيه، تربيه، كليه التربيه، مركز الشرطه. قامت امانه بغداد بتوجيه معالي امين بغداد باشراف الاستاذ زيد على فتح الشوارع الرئيسيه. وطبعا هذا كان ما شارع، كان هيك الشارع يعرفونه اهالي العظميه، كان كل كرفانات مستغليها، جراجات، كرفانات. يعني انا ما اتذكر شايف هذا السياج قبل، وين كان؟ لا لا كان كله كرفانات مستغلي، كرفانات الموظفين، إضافة إلى الحديقة مستغليها جراج. شانا قامت أمان بغداد بفتح الشارع الرئيسي، شوارع جانبية، وتشوف حتى الازدحام شوية هم قام يخف على المواطن. زين، معناته إحنا هاي الساحة راح يكون بها هذا الطريق الإضافي وذاك الطريق الإضافي. الطريق الثاني الإضافي. نعم. يعني هذا راح يفتح شوية المنطقة أكثر. أكثر. يقلل الزخم. يمكن أنت يعني جاي قبل العظمية. نعم. هسه شفت المنطقة مفتوحة أكثر. نعم. جمالية أكثر صار بيها. يعني ان شاء الله بعد التطوير، لان هسه تعرف هسه انقاض، وطبعا هذا التنظيف مستمر يوم بيوم بيومه. نعم. بس ان شاء الله نشوف، نوعد اهل العظميه يشوفون شارع اجمل شارع بالعظميه ان شاء الله. ان شاء الله. وبالنسبه انتم هسه هذه ارصفه هنا راح يصير، ارصفه ومقرنص، اضافه الى تطوير الحدائق، تبليط، وبالاضافه الى الحدائق. حدائق. هذا عملكم الحالي. نعم. هاي النافوره شو راح يصير بها؟ النافوره راح تصير بها اعاده تاهيلها من جديد. نعم. تصير راقصه واناره بها. وطبعا هاي اضافه اناره الشوارع الرئيسيه، يعني اضافه، يعني راح نضيف اناره اضافيه
جمالية أكثر ومصاطبها من المواطنين عن صحيح قلت لك متنفس أهالي العظمية. قامت البلدية وتوعية خاصة له المحلات ومنعنا التجاوز على الرصيف، يعني هذا هم صارت شوية وعي للمواطن، هذا تدري شارع الشباب لازم يطلع في شيء نموذج للمواطن، فمنعناهم على التجاوز على الرصيف ان شاء الله. زين، ايش قد هذا المشروع يحتاج لوقت وينجز؟ يعني احنا نشوف عمل اليوم، ايش قد صار لكم؟ اسبوع يمكن؟ صار اسبوع تقريبا، ان شاء الله يهمل في الشهر الاخر ان شاء الله يكمل، خلال 30 يوم يكمل ان شاء الله. يكمل كامل تبليط ايضا؟ تبليط وكامل ان شاء الله، لان هو مو بس امال بغداد، مو بس بلديه العظميه مشارك، اكو اسناد من دوائر اخرى. نعم. من دارة التصاميم، دارة التخطيط، من دارة المشاريع، توجيه دولة رئيس الوزراء وبإشراف متواصل ياله أمين بغداد. نعم. فإحنا يمكن ما عرفنا المشاهد بحضرتك، اسم حضرتك أستاذ عباس كامل. مهندس عباس، معاون مدير عام بلدية عظمية. شكرا لك أستاذ عباس. شكرا لك. إذا إحنا مستمرين، يمكن أحد المواطنين، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية، أشكرك. جاي للعظمية، لو من أهل العظمية أنت؟ لا، أنا أساسا من أهل العظمية. ولاتي عظمية. ولاتك عظمية. نعم. شلون دا تشوف العمل اليوم هنا؟ احنا اكو بعض الناس اشتكوا انه والله شوارعنا دائما يعني بيها مشاكل، عندنا مشاكل بالمجاري، عندنا مشاكل بالتبليط، فانت كمواطن اليوم شلون تحس هذه يعني هذا المشروع اللي يشتغلون به حاليا؟ والله هو المشروع جيد. نعم. فكرته كلش حلوه، التطوير كلش حلو. نعم. وانا من زمان، انا يعني تقريبا صديقه الاستاذ زيد. نعم. يعني دائما اكو بيناتنا صباح الخير مساء الخير بيناتنا، كنت دائما اقول لهم على هاي النافوره، النافوره قديمه جدا يعني. مع العلم مكانها يعني مكانها جدا مرموق قديم، والعظميه قديمه، المقبره الملكيه قديمه، ابو حنيفه قديم، بس يراد اهتمام بالازقه الداخليه. الازقه الداخليه كلش تعبانه. يعني هسه هذا المجهود اللي تسووه انتم كلش حلو، بس اريدك هم تفوت وين تركز الفرعيات. الفرعيات. استاذ عباس. لو سمحت من دقيقه من وقتك. الازقه الداخليه. نعم. فعلا احنا كثير من المواطنين يقولون الازقه الداخليه يحتاج لها بعد، شنو ممكن تقدموا لها؟ والله احنا قاعد نسوي حملات مستمره على الازقه الداخليه، بس تدري انت حملات يعني مو تعرف انت امكانيات البلديه هسه. نعم. امكانيه الماليه الموجوده، فلازم عدد عمال اكثر، اليات اكثر، فبس احنا يعني كل مسويين جدول يعني كل فتره ندخل بزقه معينه وما تارك الزقه الداخليه، مو بس هي يمكن بس محتاجين مشغله نظافه، سياره النظافه تكون سياره النظافه موجوده موجوده، الستوتات بدها تمشي. نعم. النظافه كلش حلوه داخل. اذا المشكله وين بالضبط بالزقه الداخليه؟ ها الشوارع، شوارع تبليط. شوارع تعرف في الشوارع التبليط، هي احنا مو البلديه هي صيانه فقط. نعم. يعني ترقيع وهذا. نعم. بس الشوارع على هم تدري اداره مشاريع هي على بغداد كلها. نعم. فتصير جداول وبالاستمراريه يوصل تبليط الباقي المحلات. نعم. هي فعلا يعني بس الاخير محله انا 310 زقاق اثنين بظهر المقبره الملكيه ان شاء الله استاذ بنسوي لك بيها اللي هناك، بس الفروع اللي هنا مال السفينه مال السفينه يمكن هي اي معروفه يعني مو اول فرع ثاني فرع يمكن صار لها كم سنه مثلا ما متبلطه هذه على القديم يعني والله هم اشتغلوا وخشون بس اكو فروع نسيت بصراحه. استاذ العزيز احنا تعرف احنا كترقيع مستمرين، يعني ترقيع الشوارع هو صيانه الشوارع. نعم. يعني حفر مكانات معينه. نعم. تخسفات دائما موضوع المي المي اجينا مواطن عنده شكوى في شارع يعني كلش محفر. نعم. نزل صيانتنا، فاحنا صيانتنا مستمره على صيانه الشوارع الرئيسيه. نعم. ان شاء الله. شكرا. ويا ريت العبث ملاحظه، يا ريت تسوون شغل مسائي، شفت مسائي يعني قصدك هنا الموقع مو هو المده قليله، احنا لازم احنا قاعد يمكن قاعد نشوف قاعد نبقى ساعات متاخره يعني نبقى لسبعة لثمانية. يعني تقصد بهذا المشروع لو بال هذا يعني هذا تدري من قلت لك مده كلش قليله لان من هاي مسافه كلش يعني مسافه كبيره، فلازم احنا قاعد نشتغل مستمرين صباح ومسائي. صحيح قاعد يصير ازدحام بالشارع، بس عندنا اشرطه تحذير ومبلغين اداره المرور بيها. استاذ اكو ملاحظه انا قلت لهم للولد، يعني احنا كنا بنسوي دور رجعنا. اي شفنا ايدي عامله نسائيه، نساء تشتغل الرصيف، التراب، الطابوق، ترصف الشتايجر. والله يعني هو ترى اكو بنات يجيبن شغل. اي صح، بس هو احنا يمكن كوادرنا مختلف. اي كوادرنا ومجتمعنا شغلهم، ترى خريجات هواي ينتظرون شغل. اي انت اذا تقارن بتجربه يعني مثلا تجربه السويد، ففعلا هم هناك كلهم طبقه عامله، يعني اذا كانوا شباب او بنات ما عندهم مشكله، بس احنا يمكن اليوم مجتمعنا مختلف. يعني حتى الخريج اليوم اذا تكون شابه مثلا خريجه هندسه
فتفضل تشتغل بغير دائرة بعيد عن البلدية وعن الشارع. صحيح. يعني هذه من ملاحظاتنا. المجتمع مجتمع البلدية خدمة للمجتمع، خدمة للناس، خدمة للبلد. احنا نتمنى طبعا نتمنى نشوف هذا الواقع يعني. يقدر يسند هذول بالشغل. استاذ عزيز تدري حتى العمال مرات من طبقات معينه نقدر نوفر من عمال، يعني مو اي واحد عامل حسب العظميه، هذه العظميه مو اي واحد يجي يشتغل عامل كنسه وهذا، فلازم كل واحد طبقته يعني، كل واحد ومجتمع مالته. نعم. بس صعب تشتغل عند هذا الاختلاف هو فعلا. احنا نشكركم طبعا، المواطن والمسؤول اليوم كانوا قريبين على بعض وتحدثوا بكل اريحيه يعني. شكرا استاذ. شكرا جزيلا استاذ عباس، نشكرك احنا ايضا، واحنا مستمرين ايضا في هذه التغطيه. ست تفضلي. بس سيدة أقول كلمة، الله يخليكم الحكومة، إحنا كنا هنا تجاوز مو تجاوز، صار لي 30 سنة عايج أهالي وبناتي. تعالي من هالصفحة خالة بس أرد أفتهم عليها، شنو عندك؟ تعالي منها. كنت قاعدة هنا كشك نبيع كباب، صار لنا 30 سنة وشختي هنا. على باب الله. أجوي شيلون، من عايج أهالي يعني أبوق؟ نعم. ورجلي بفتحة بالقلب وسكر. أنت هنا كان عندك من هاي المنطقة كشك؟ أي هنا، أي يم هاي الشجرة، صار لي 30 سنة، هسه شيلون. قاعدين هناك لا شغل لا عمل، عندي بنات حديثات، منين اجيب من بوك؟ زين شنو البديل اللي ممكن انت تشتغل؟ البديل حتى لو يعطوني كشك صغير اعيش منه انا وبناتي ورجلي. هسه هذه مناشده الريد، يا يعني يا ريت مدير البلديه استاذ زيد، استاذ عباس، احنا 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 بالنهايه يعني كل اللي نسويه بخدمه المواطن. صحيح. الاخت عندها مناشده، ممكن ترتبوا لها مكان تشتغل بيه؟ صغير عندي بنات وإيجار. تعرف احنا ضمن القوانين اللي عندكم. حكينا على الموضوع. إزالة. اكو مواطنين من وراء الصبات، يمكن تعرف الاخوه كانت ضمن بين الصبات محصوره. نعم. مسويه كشوك بس يعني باب رزقهم. هذا باب رزقهم. زين. فهي تقدر هسه تقدم الامانه. نعم. طلب. نعم. اذا عندها هم ضمن ضوابط لازم شهيد او عندها معوق او ابويا. اي قريب عليه من الدرجه الاولى. تقدم طلب خاص. نعم. لدارة الأمانة بغداد رئيس إدارة العقارات يوافق لها على الطلب، ويكون هو ضمن تصميم أساسي، يعني مو يجي واحد يخلي غلاظة ووضع مخربط روتيني. حتى لو يأجروا لي إياه قدمي طلب وأنا أقدم، بس أنا أنسى بي سكر، بس اكتبوا لي وانا قاعد بامانه بغداد. الله يسوي اياها لعله. يراجعين لي الداره، انا اعطيك التفاصيل. استاذ عباس، احنا قدام الكاميرا يعني نحاول انه نساعد هذه المراه الكبيره اللي جتي تتنخى بيكم. لا لا ان شاء الله تراجعين الداره. امانه الله برقبتك. ان شاء الله تعالي الداره نسوي لك طلب. هو راح يسوي لك طلب. راح اسرق تليفوني وعنوان مالتي وتعال دلل. شو تاخذها؟ هسه اخذيها ان شاء الله. نعم. راح نشوف المهندس اللي عيني خاله. السلام عليكم. عليكم السلام. عرف المشاهد بحضرتك. مهندس حسنين بلدية العظمية، مسؤول قسم الزراعة. مهندس حسنين، موضوع الزراعة في هذه المنطقة راح يحتاج لها شغل كبير يمكن. ده. هذه المنطقة تعرضت يمكن إلى تخريب كثير يعني. قطع أشجار. يعني مدى نلاحظ أكو حدائق مرتبة. هسه احنا هذا الموضوع، اول شيء قلمنا الاشجار وشلنا التجاوزات، التعاون مع قسم النظافه المخلفات كلها رفعناها ونظفنا الموقع، وبعدين راح نطور هذا نسوي الممرات من قبل قسم الطرق ودائرتنا. هسه دائره المشاريع قاعده تشتغل بهالموضوع ومساعدتنا هم يعني يكملون الارصفه ويكملون المواد الانشائيه، نبدي نزرع الثيل والاشجار المثمره والاسيجه النباتيه ونكملها لكل الشارع ونخلي لها اناره يطلع بشيء مرتب وحلو ان شاء الله. ان شاء الله. المكان اللي له علاقه بشغلك كزراعه يمكن بس هاي الساحه، لو على امتداد الشارع راح يكون على امتداد الشارع، الفلته اللي ورانا والساحه الاماميه. نعم. وعلى اليمين وعلى اليسار الى نهايه الشارع كل الاشجار والحدائق علينا. الناشد رئيس وزراء الكاظم الله يحفظه ويخليه، واحنا من الاراضي رزق عضو راعي كل شيء ما عاد ماشي ما ادري مكان وراح المكان. شنو ابي اكل؟ ابي اكل؟ وليش تبكي؟ ماكو ساحه راتب تقعد وراي كل شيء ما عاد وجار وراي بين ما راح 53. شنو تبيع انت؟ ابي اكل بهذا المكان. كشك لو شنو عندك؟ كشك اي فلشو. فلشو اريد بنتك ملي يسوي لنا واحد ولا. زين مو هذا الكشوك تجاوز يعتبر يعني خارج القانون؟ اي ما يخالف. زين احنا خلينا نشوف ويا مدير البلديه وان شاء الله انت ويانا، بس اذكر لي اسمك الكامل. احسن مصطفى حمودي. هاي بالعماره قاعدين هنا. نعم هاي العماره. اي نعم. من تجي من مرتفقاني يصير على بس قمر احسان مصطفى. احسان استاذ احسان، احنا راح نتابع موضوعك نحاول انه
يرتبوا لك فشي نظامي من ضمن الامانه تشتغل بيه لين باب رزقك. انت عندك عائله ما كل راتب ولا تقعد وراها ما عندك كل شيء. اي والله ما يخالف قول يا الله صح. هو الرزق شويه يكسر القلب ها، بس ان شاء الله احنا وياك قناه يعني التغيير وياك وبلا عنوان وياك ان شاء الله يعني نرتب لك هذا الموضوع. راح نلتقي اليوم بالسيد مدير البلديه، وانت ان شاء الله تكون من الناس انت والاخت اللي بسام انت والاخت عبد الشريف وطيتها التليفون. اخذت رقم استاذ عباس. استاذ عباس هاي اريدها من عندكم ان شاء الله سوا. يعني انا اريد وعد فيها ان شاء الله باكر بالعشر بعد استاذ صار بالدعاش. استاذ عباس اريد بس تنطوهم موافقه نجي ناكل كباب يمهم. يلا صار عازمين على كباب ان شاء الله باكر سلك طلب تراجع بيه الامانه وان شاء الله انه وياك. يعني نريدها من عندك هاي قدام الكاميرا. احنا هم اخوكم واحنا كقناه وكبلا عنوان همينا ننخاك. نريدها نخوة عربيه واحنا نعرفك. صح صح قلب وسكر انا وياك. استاذ احسان ان شاء الله محلوله وان شاء الله يسوي لك مكان تسترزق من عنده ضمن القانون. ان شاء الله من القانون. من القانون ما حد يجي يدق بابك ويقول لك هذا. ايجار تدفع ايجار ما اعرف ايش ترتيبات يرتبوا لك اياها. حتى لو سوينا مال المحلات مال جواب السلميه نعطيه نشتغل هذا مكان. انت رسمي انت رسمي نسوي ضمن القانون مثل ما قال الاستاذ وتراجع الامانه ان شاء الله ونسوي لك طلب رسمي وان شاء الله تكون بها موافقات ان شاء الله. ما نريد نقطع رزق احد ان شاء الله. لا دلت امر امر لا دلت امر امر الناس ما يكون هي الوضع صار 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 هو ناسنا اهلنا هم ان شاء الله. دلت امر امر يلا محلوله ان شاء الله. هذا وعد قدام الكاميرا ان شاء الله. ان شاء الله حاضرين ان شاء الله. اشكرك الله يخليك. اذا مستمرين وياكم في برنامج بلا عنوان راح نكمل في يعني في هذه الساحه ونشوف اكثر العمل اللي ينجز فيها. الحج هنا مع عظماوي اصلي فجاي يسولف لنا حول ايش حبيبي؟ العظميه احكي لي الخدمات اللي بيها اليوم هاي شوارعكم؟ هذه هسه صدق اكو خدمات يعني من واحد يقول لك اكو خدمات اكو خدمات. حجي لا تجاملهم مو لان لا 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 مو جامل زين انا بالطرق زين انا شل بالطرق مال الرصافه اي وبعدين طرق الكرخ. لا عاد طلع مسؤول الحجي هاو عيني إيه. وهذا بال 2001 بلطنا زين 312 و308 انا مشغول بها ومبلط بها انا سايق جريدر. اي بس هو الناس لي اليوم تشكي من عندها وانت خصوصا ابن المنطقه يعني. اي لا لا بالعكس والله عاش في ايديكم ورحم الله والديكم وتعبكم ان شاء الله الله ما يضيعه. نعم تدري هذا الشارع كان اعظم شارع بالمنطقه هو المؤدي للمقبره الملكيه. لا يعني مو بس الملكيه هذا بيت عبد السلام عارف. اها صح. فهذا كان كله نبوق وكله ازهار وكله ورد. هاي الماكينه مال قبر الملك كانت تشتغل مي بارد بزمان نور سعيد يعني مو حرس موجود. وعاش ليكم وبارك الله بيكم ان شاء الله يرجع هذا الشارع ان شاء الله ان شاء الله. لا يعني هو مبين والله شباب مبين يعني تعبالك كيف جماعتي. لا 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 هو سيد مسؤول الموقع وصل. هلا وسهلا. عليكم السلام. شلون الصحه؟ الله يخليك. هسه المواطن ده يشكي. اي قول له قول حجي حول ايش حبيبي احنا ده نقول ده يقول عايش ليكم بالعكس الاسم ده يشيد بعملكم بيك ان شاء الله. انا اخوكم هم كنت بالطرق مع الرصافه. اهلا وسهلا بيك. كانت وحدات صح؟ كانت وحدات. نعم كانت وحدات صح. هذا والله الطابع ب 2001 صح. احنا استاذ اول شيء عرف المشاهد بحضرتك. مهندس زياد محمد احمد مدارة المشاريع. نعم مهندس زياد هذا المشروع اليوم يعتبر نقله للعظميه يعني صار فتره يمكن ما داخلين فيه مشاريع. نعم. كبيره ككلفه يعني قادرين انه ننفذ غيره بعد بالعظميه كشوارع داخليه ان شاء الله. ان شاء الله احنا بس ننتظر التخصيصات الماليه. عندنا خطه عمل وقاعده بيانات معتمد عليها لكل شوارع وأزقة مدينة العظمية. المواطنين قبل شوية حكوا أن الشوارع الداخلية يحتاج لها صيانة. نعم. يعني نعم. خصوصا التبليط غيرها. نعم. وبالنهاية هي يمكن حتى المواطن الدورة. احنا اشتغلنا بال 2019 اشتغلنا هاي المحلة 310 310 اي اشتغلناها الأزقة هاي الضيقة الداخلية. نعم. وبعد عندنا خطة زين نكمل بقية الأزقة
زين، وهذا الشارع الرئيسي. احنا ب 2001 نعم، شركة الجهاد مال الاسكان نعم، بلط هذا شارع من الباتة اي نهايته نعم، و 308 نعم و 312 زين. هسه اليوم احنا هذه شيء بعد ما ابي اي لا ماضي. احنا اليوم اي اليوم دي يشتغلون الجماعة. مهندس زياد، احنا طبعا بدنا نشوف يعني جهود مشكوره. احنا نشتغل شفتين اشادوا بشغل صباحا وليلا. طيب انا سالت على انه شو وقت ممكن يخلص المشروع، نتوقع يعني خلال شهر اكثر؟ لا ان شاء الله شهر، ان شاء الله احنا ما نعطي موعد ان شاء الله على التساهيل. نعم البلديه متعاونه ويانا، تدري هاي كانت يعني كان الشارع ميت فدمره لان من التجاوزات، بس البلديه بلديه العظميه مشكورين قاموا برفع التجاوزات وفتح هذن الخدمي، كانت هذني كلها مسدوده يعني طريق واحد. نعم شنو نشوف هذا جامعه وكليه وازدحام وسيارات وطلاب. فهسه ان شاء الله باذن الله راح ينفتح عندنا الخدميات، المكان يصير اوسع واجمل ان شاء الله. القالب هذا راح نبدله القديم المتضرر مال الرصيف. نعم وهاي الاكتاف كلها راح نشتغلها نطورها ان شاء الله باذن الله. شكرا لك استاذ زياد، نتمنى لكم الموفقيه فعلا وتنجزون عمل يعني رائع. دا يشوف ان شاء الله واجبنا ان شاء الله. شكرا عمو، شكرا لك عمو. اذا كانت هذه الحلقه من منطقه، بدينا بمنطقة وتحولنا إلى منطقة مقبرة الملك، مشروع ده ينجز. لذلك يعني كنا مع المواطن وكنا مع المسؤول، نقلنا صوت المواطن وأيضا استمعنا إلى المسؤول وأيضا تحدثنا عن منجزاتهم. دائما ننقل إحنا الصورة الإيجابية، وإن نقلنا شيء سلبي فهو الهدف الإصلاح، والهدف هو ربما التعديل ما يمكن أو إصلاح ما يمكن إصلاحه. لذلك انتظرونا في حلقة قادمة من بلا عنوان وعنوان جديد. إلى اللقاء.